السلام عليكم. تعرف ولاية الواد، إذا على غير الولايات الأخرى مشاريع كثيرة في ميدان ازدواجية الطرقات وتحسين المسار وتطوير الشبكة الوطنية نتاع الطرق بصفة عامة، وفي إطار يعني المحاربة نتاع الحوادث المميتة. إذن في هذا الإطار وبهذا يعني الفلسفة نريد المتابعة نتاع هذا المشروع الجديد اللي انطلق في ولاية الواد نتاع الازدواجية نتاع الطريق، إذن في الولاية يربط إذن المدينة العاصمة تاع الولاية ببعض البلديات. نترككم تتابعون عملية الانطلاق تاع هذه المشاريع في ولاية البولي في ولاية واد سوف، والسلام عليكم. Je vais vous présenter la situation du projet, le local le Mishroa, par rapport à la chabaka l'Ouatania, la Turuk l'Ouatania, qui, comme vous le savez, tout le monde connaît l'importance de ce Mishroa. Il fait continuité à la première tranche de 35 km. Il est à 60 km, il a à peu près 20 km, 20 km de la route de Bidaya. Il est montré, il est en train de faire la troisième tranche. دونك الخصوصية تاع المشروع هي 60 كيلومتر مجزأة إلى أربع حصص. شرفنا على انطلاق الحصة الأولى من مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 48. هذا المشروع الذي لطالما انتظره سكان ولاية الواد، والذي سعينا إلى تسجيله بدعم من أعضاء المجلس الشعبي الولائي ونواب البرلمان، والحمد لله اليوم استكملت إجراءات لانطلاق المشروع بما مكاننا من إعطاء شرط انطلاق للحصة الأولى على مسافة 15 كيلومتر. أما الحصة الثلاثة المتبقية فستنطلق تباعا ابتداء من بداية شهر جوان، لتصل على طول المشروع ل 60 كيلومتر بمدة إنجاز قدرت بحوالي 15 شهر. الحمد لله بتضافر جميع الجهود بوجود السيد الولي، وتم تقديم كل المشاكل نعانوا منها الولايه وعلى راسهم 48 اخذها بعين الاعتبار مع البرلمانيين واعضاء مجلس الامه والمجلس الشعبي الولائي. كنا هدف واحد وتسطير عمل واحد موحد، وهو ان يكون طريق 48 ان شاء الله في سنه 24. هذا المشروع هام جدا بالنسبة للولاية بحكم عدد السيارات التي تجوبه، وكذلك بالنظر إلى عدد حوادث السير المميتة في كثير من الأحيان التي سجلت. الحمد لله اليوم نشرف على انطلاق هذا المشروع في حصته الأولى، على أن تتبعه الحصص الثلاثة المتبقية كما قلت مع بداية شهر جوان. الطريق هذا كان مطلب من السلطات المحلية، معناها الساكنة، النواب، المنتخبين من الشعب، من البلديات، الشعب الولاية كل، ونحمد ربي معناها شاف النور. هذا الطريق حيوي الذي يعتبر يعني مكسب للولاية، إذ به ترتبط ولاية الواد بشمال البلاد، وسيسهل حركة المسافرين والمتنقلين وحركة البضائع والسلع من الواد إلى شمال البلاد بشرقها وشرقها ووسطها وغربها. إن شاء الله من هذه البداية إن شاء الله ومازال يعني نشوف أكثر وأكثر مشاريع. نشكر في الختام السيد رئيس الجمهورية لحرصه الخاص على التنمية المحلية وعلى كل يعني في كل الولايات يعني هذه المشاريع، مثل هذه المشاريع الحيوية للبلاد، وخاصة في الواد منطقة حيوية اقتصادية بحت الولاية. يعني الطريق هذا ضروري، كان المفروض له عنده سنوات، ولكن الحمد لله. المهم يعني الشيء اللي فات إن شاء الله، إن شاء الله الشيء اللي جاي مزات الخير أكثر من